عايزين يدخلوا كمية سلاح رهيبة من بره. مروان اللي قال لي وقال لي إن اللي متولي الموضوع ده عضو من مكتب الإرشاد. وإحنا كل ما نجري ورا عنصر نوصل لنفس النقطة عندهم. بس تمام يا مصطفى، إحنا نفسنا طويل. وأنا اللي كنت فاكر هتنقل سينا، أتاريهم عايزين يمشوني خالص. يا زكريا أنت في سينا كنت هتبقى أخطر عليهم 100 مرة. يا أخي أنا بحب المكان ده أوي. بعيد عن الزحمة والدوشة. وأنا وأنت ومروان بنتقابل هنا بقالنا قد إيه؟ 3 سنين ها؟ 4 سنين يا زكريا. مروان معرفنا على بعض 2008. طب والله كويس إن إحنا لسه بنتقابل. البلد كلها كل واحد مخاون التاني. كل واحد بيخدم البلد في إطار عمله. حتى لو ضد الموجة. أهو جه. عربيته. ازيك يا رجال؟ ازيك يا مروان؟ ايه البرد اللي احنا فيه ده؟ تلج. تلج. مبارك ازيك يا زيكو؟ ازيك يا درش؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لسه كنت بحكي لزكريا على السلاح اللي عايزين يدخلوه البلد. يا ريت هتيجي على السلاح وبس، ده في ناس كتير جايين من كذا بلد عايزين يعملوا ميليشيات. مش هيسكتوا غير لما يعملوا حرب اهليه، الناس تمشي تقتل في بعض في الشوارع والسلاح يبقى مرمي في كل حته. ناخد الجديده بقى. ايه؟ العفو الرئاسي. طب وايه الجديد في ده يا مروان؟ انتوا عارفين طبعا خيرت الشاطر معايا نعم عبد العاطي كانه عنصر اتصال ما بين مكتب الارشاد والرئاسه. اتفضل يا اخي. كل يومين ثلاثه بقى يعملوا قوائم عفو جديده. العفو الرئاسي ده بتطلع كشوفات من مكتب الارشاد فيها اسماء. الكشف بيبتدي باسماء عاديه. بس بعد كده بقى بتلاقي فيه اسماء من عناصر جهاديه وتنظيمات واسماء متورطين في اغتيالات سياسيه وقضايا ارهاب. عفو رياسي مدروسه الاسماء بتاعته. دول كده قنابل موقوته وسط المصريين. محدش هيعرف يميز بينهم وبين الناس العاديه. كل واحد منهم ممكن يعمل كارثه ونقعد احنا نلف حوالين نفسنا عشان نوصل. بس تمام. هنفضل احنا العفاريت اللي بتخوف اي حد ناوي على شر ويعملوا لنا 1000 حساب في النور قبل الظلمه. ان انتوا ما تخافوش من سيطره الاخوان على البلد، ما تخافوش بشكل ديمقراطي. لا ده سؤال انا بطرحه لحضرتك. لا سيطرتهم بشكل ديمقراطي. مش لو انتوا ما خفتوش من الحكايه دي يبقى حضراتكم ما بتفكروش في مستقبل مصر. ده مؤاخذه وده مش طبيعي. الجيش المصري يبقى غايب عنه مستقبل مصر. شوف حضرتك منطلق كلامي هو الخوف على المؤسسه، مؤسسه الجيش وغيره عليها. انا والله لو بختار بينه وبين اي حد من حضراتكم حد صوتي يبقى واقف فيكم من غير ما افكر. من غير ما افكر بما فيهم المشير طنطاوي.